عشان نتحكي اكثر على هالظواهر المنتشره في مواقع التواصل الاجتماعي، معانا ضيوفنا في الاستديو الاستاذ علي سبكار رئيس نادي الاعلام الاجتماعي، والدكتور عبد الكريم مصطفى رئيس او استشاري الطب النفسي في مستشفى سيرين. مساكم الله بالخير. مساكم الله بالخير وحياكم الله في برنامج الراي. بدايه ببتدي معك استاذ علي، شلون حصلوا كل هالفولورز؟ من وين لهم واحد؟ يعني مادته كلش سطحيه، يمكن يرقص ولا يستهزئ، لكن فولورزه بمئات الالاف وبعضهم يوصلون الى المليون والمليونين، من وين؟ صحيح. ايوه شوفي، الواقع ان الناس اليوم الاخلاق يبي لها معلم، بس الرذيلة والأمور هذه اللي فيها سفاهة ما يبي لها شيء. بس تبدأ تنشر وتشوف الناس من الملل تبدأ تروح تشوف. الناس طيبين وايد على نياتهم، وأكيد شوف عنده في الشغل عنده أمور، في البيت عنده أمور، فيبدأ يروح على الانستغرام ويروح على الواتساب ويروح على الأمور، يبي يرفه عن نفسه ويبي يشوف. فدلين الناس في نوعين من الناس اللي عندهم البيج فولورز، تشوفين عنده وايد فولورز بس التفاعل ماله جدا بسيط، او انه عنده فولورز قليل وتشوف انه عنده الكومنتس واللايكات وايد. فهني لازم واحد يعمل شوي طريقه اللي هو اوديتنج احنا نسميها. هل هذه الارقام صحيحه؟ هل هو يمكن شاريهم؟ هل الماده مالته صحيحه؟ هل انتشر بطريقه في وين؟ هل معاه شركه ثانيه تدعمه؟ هل حط فلوس مثلا في الاعلانات او سبونسر ادز اللي خلى الماده مالته تنتشر؟ فالواحد لازم يدرس كل هالامور. مثل ما تفضلتوا في البدايه ان المواد ممكن ما تكون مواد صحيحه، ما تكون مواد سليمه للمجتمع. ممكن تكون اي ماده، مثل ما شفنا بعض النماذج فيها رقص، فيها غناء، فيها ما فيها اي ماده لها هدف، فهذه رسائل غير هادفه. يعني في يعني شنو اللي بيخليني اليوم انا اتابع واحد واقف قدام المنظره يغني؟ هذا يرجع بقى للعامل النفسي. بنتكلم مع الدكتور عبد الكريم، يعني الفضول هذه ما نختلف عليه. الناس قالوا في استطلاعاتنا وفي الحملات اللي سووها ان تفاعل الناس معاهم هو اللي يعني يزيد من شهرتهم. لكن دكتور يعني الفضول قلت لك ما نختلف عليه ان في بعض الفضول عند الناس، لكن شنو العامل النفسي اللي يخليه يعني يروح ويتابع هذه الشخصيات في موقع التواصل؟ بداية بنرحب بالمشاهدين الكرام. الفكرة وجود هذه الظاهرة بيعكس طبعا ما نقدرش ناخدها بمعزل عن سياق موجود في المجتمع بصفة عامة، ان في تدني في الذوق العام وفي فراغ او امتنس في الناس كده، والناس برضو ما عندهاش بديل. يعني الناس اللي ذوقها راقي او عندها موضوع مهم او عندها قضيه يمكن ما عندهمش الحرفيه ولا المهاره انهم يعملوا تسويق للمواد الخصبه او المواد القيمه عندهم، وبالتالي افسحوا المجال لهذه النماذج المترديه والنطيحه وما اكل السبع ان يستفردوا بالناس. ناهيك عن اني الذوق العام نفسه متدني، الناس اتعودت على كده، التربيه ما بتاخدش بالها من الحاجات دي سواء في البيت او في المدرسه، المجتمعات المنتديات ما عدناش بندير بالنا كتير على اني الابن او الابنه او الزميل او الزميله نحاول نتعاون الى ترقيه الذوق، وبالتالي بي بي بيقبل هذا وبيمشي بسبب ظاهرتين في هذا الاتجاه. الظاهره الاولى ظاهره القطيع، ان علماء الاجناس بيقولوا ان البطه لما بتمشي بيمشي صف البط معاها كده على طول. بيقولوا ده موجود غريزي في الانسان برضو، ان الانسان لما بيلاقي حد ماشي في اتجاه إيه؟ بيمشي مع الاتجاه ده. احنا نقول مع الخيل يا شاقرات. ايوه هي دي. فدي ظاهره. الظاهره الثانيه برضو ظاهره الجروب بريشر، بلا اني بلاقي ضغط الجماعه، ان الجماعه بتضغط عليا، ان الناس كلها ما بتتكلمش على العتافه، واذا جيت انا اتكلم في حاجه سيريس هبقى حاسس نفسي ان انا بغرد خارج السرب. لو انا بتكلم في شيء جاد هبقى حاسس ان انا بغرد خارج السرب، او يمكن يحس ان هو متفلسف وجاد زياده عن اللزوم، وان اللي يقوله هو اللي مش مهم مو باللي يتابعونه. احسنت. فبضطر امشي مع التيار، وبالتالي التيار ده بيجرف
إلى هذه المساحة. وبالتالي يعني لا يفوتنا هنا في هذا المجال ان احنا نشكر وزارة الإعلام والوزير انه يطلع بالهاشتاج قل خيرا. هي دي المعاني بقى، ان لازم يكون في بديل صح يساعدنا ان احنا نختار. ما انا اذا ما كانش عندي اختيار ما اختار اي حاجة. يعني مجموعة، عشان كده وجود الهاشتاج ده وجود هاشتاجات زي كده انها تحاول ترتقي بالذوق، ترتقي بالاخلاق، ده يساعد في يعني يعدل رمانة الميزان شوي. صح. أستاذ علي، هذه النماذج أو هذه بعض المشاهير في السوشيال ميديا اللي احنا نرد نكرر أنهما بعض، مو كل مشهور مادته غير جيدة في السوشيال ميديا، احنا نتكلم عن فئة معينة. هذه الفئة أستاذ يمكن يكون عندها مثلا فولوورز مليون، مليونين، 20,000، 200,000، وتلاقي اللايكس يعني إذا عنده 100,000 مثلا لايكس 70,000، هل هاي منطقي؟ هذا غير منطقي. يعني الخوارزمة للمواقع الإعلام الاجتماعي تقول إن اليوم أورجانيك واي، إن أنت عندك أي رقم يكون توصل له، نوضحها بس، الخوارزمية اللي هي آلية النشر وآلية التفاعل مع الناس. أنت المادة اللي تنشرها توصل لكم شخص؟ نعم عندك مليون بس ما راح يوصل المادة للمليون، هاي يسمونها الخوارزمية اللي هي آلية النشر في مواقع الإعلام الاجتماعي. انت عندك مليون توصل حق 25% مثلا في الانستغرام، ممكن يوصل ل 16% في الفيسبوك، يوصل ل 30% في تويتر. فالارقام الزياده هذه من وين؟ يعني هذه الماكسيمم، هي الحد الاعلى هو 25%. معناته انا لو اليوم في مثلا لنفترض 100,000 متابع، اكثر من 2500 لايك، معناته في انه في الموضوع، او انه مدعوم بوسائل انتشار اخرى. فمثل ما قلنا إن في البداية إن لازم يكون عنده خطة استراتيجية، يمكن مادته قوية جدا. نعم. فعمل لها بروموت، عمل لها انجيجمنت، عمل لها انتشار عن طريق وسائل الإعلام الأخرى مثل الواتساب. يعني في ناس وايد تبتدي شو تسوي، تحط المادة في الانستغرام وتأخذ الرابط وتبدأ ترسله في كل مكان، أو تأخذ هذا الرابط وتخليه في الفيسبوك وتخليه في تويتر، مثل ما إحنا بعض الأحيان نسوي حق الأفلام اليوتيوب. تأخذ اللينك، إحنا عارفين إن اليوتيوب اليوم في أعلى زيارات لليوتيوب بس التفاعل جدا يعني سيء. فتاخذ الرابط وتودي على تويتر، تودي في كل مكان، تودي على الواتساب. هذه الامور الانتشار هي اللي تزيد، غير التطبيقات اللي هي يعني قاعده تزيد من عمليه التنظيم هذه. ممكن في بعض التطبيقات، صح، الابلكيشنز، نعم، يعني تنظم العمليه وتدير عمليه الحساب نفسه. الحساب هي احنا نسميها سكادجولينج ومانجمنت تولز، اللي هي انت تدير بعض الحسابات عن طريق الادوات اللي تفضل فيها. في منها كلاود، وفي منها بافر، وفي منها كثير من المواقع اللي تساعدك اليوم في النشر وأماكن معينة. الشيء المهم إن اليوم المواقع الإعلام الاجتماعي تعطيك التوقيت، متى أفضل وقت تنشر؟ وقت الذروة. صح، وقت الذروة. نعم. أوكي. اليوم الإنستغرام والفيسبوك يعطيك بالضبط تنشر لمن، شنو المادة، شنو حتى الهاشتاج المستخدم، الكلمات اللي تقدر تستخدمها. اليوم في تولز مثلا في تويتر تقول لك والله انت عندك 1000 فولوور يتكلمون عن الماركتينج، تكلم عن الماركتينج. زين، في عندك اليوم ترند ماشي على هاشتاج معين، لازم تكتب هالهاشتاج. مثلا انا حاليا عندي في موقع اسمه socialbro.com حق تويتر. يقول لي مثلا يوم الخميس الساعه 7 لازم اكون في تويتر، لان في عندي 35% من الفولورز يكونون اونلاين. اوكي. المتابعين اللي عندي. فانا اذا اكون هناك موجود وانشر مادتي الساعه 7 يوم الخميس راح احصل فيه اعلى تفاعل. اعلى تفاعل. في اليوم الاعلام الاجتماعي علم. وماده كبيره جدا وعلم عود. هي بزنس في النهايه. فانت لابد ان يكون عندك خطه استراتيجيه للعمل على المادة. لازم يكون عندك الادوات مثل ما تفضل الدكتور. احنا اليوم ينقصنا موضوع النشر. نشر نشر. احنا حاطين المجال لهذه الفئه ان هي تنشر. وهو علم استاذ، يمكن مثل ما للتلفزيون والاذاعه والصحافه. نعم. في لهم علم وفي لهم طرق وفي لهم وسائل للتاثير. اليوم السوشيال ميديا انضمت حق مثل هذه العلوم، في كتب وفي محاضرات في فعلا. دكتور بنتقل لك، نفسيا هل هذه الفئه من المشاهير في السوشيال ميديا اللي يعني يقوم ببعض الحركات اللي يعني ما بنقدر نقول مصطلحات على الهواء، يعني مستفزة غير مفيدة، يعني هل هم نفسيا أسوياء؟
بتأكيد لا، يعني في كمية كتيرة كبيرة منهم غير أسوياء، والسلوكيات بتعكس أن في خلل نفسي. بس عشان ما تبقاش المسألة معممة، لأن بعض الناجحين برضو مش بالضرورة يكون مريض، يعني هم عبارة عن متصل طويل بدءا من أقصى السواء إلى أقصى الاعتلال النفسي. بمعنى أن كل بنشوف كل مظاهر المشاكل النفسية، بداية من اضطرابات الشخصية، الشخصية المضادة للمجتمع، الشخصية الشخص اللي هو عايز يكون بؤرة كل شيء، عايز متمحور حولين ذاته، نرجسي، أو الشخص المهووس، أو الشخص اللي عنده وسواس معين أو قلق معين أو عنده اضطراب معين. هل معقولة كلهم كذي ولا في جزء منهم؟ لا، هو في جزء بقى زي ما قلت لحضرتك، في منهم جزء كبير منهم اضطرابات نفسية، سواء اضطراب شخصي أو ذهان أو عصاب، أو ناس أسوياء، أو يعني ما عندهمش، بلاش نقول أسوياء، ما في تعريف السواء ده صعب شوية، إنما نقول ما عندهمش اضطرابات نفسية، ولكن هو نجح إن يدرب نفسه على إنه يشوف الجمهور عايز إيه، البضاعة اللي ماشية إيه، تعلم. فزي ما البوكسر بيتدرب والبيجري بيتدرب، هو اتدرب على إنه يشوف إيه اللي ماشي في السوق، أو إزاي يلفت انتباه الناس، أو إزاي يكسب الفولورز دي. وبتبقى عاملة زي ما يكون إيه كرة تلج، هو بيتعلم من مرة فبتنجح معاه، فبيخلص بيبقى اتدرب عليها وأجاد إزاي يعمل دي وبيستخدمها. وقد يكون اللي حصل ده برضو أحيانا أشوف إنه موجه، يعني أحيانا بيبقى في رغبة كده إلى أن توجيه الذوق بهذا الشكل، أو تمشي الدنيا بهذا الشكل، بحيث أن يعني اللي هو عنده اختلال ما يحسش أنه هو لوحده. يعني لما يكون واحد عنده خلل وينشره ويمشي معاه في الخلل اللي هو بيحتوي ده ناس تانية، هو بيحس بالأمان، بيحس أنه هو نورمال يعني أو طبيعي. مع انتشار الخواء وانتشار التفاهة وانتشار الإسفاف، بحس إن المجتمع كله كده، بقدر أخلق حالة أو مود عام يخليني أنا الطبيعي، ويمكن السواء يبقى هو الغير طبيعي. ولذلك زي ما قلت لحضرتك، يعني ممكن واحد يكون عنده فكرة أو عنده شيء جيد وهي يستحي أو يتلاشى إن هو يعبر عنه خوفا من ضغط الجماعة. اللي سميته مضطربين دكتور، يعني هم يغلفون هذه المشاعر اللي أو المحتوى أو النشر السلبي اللي قاعد ينشرونه حق الناس، بأن هذه شخصيتي، فأنا طالع بشخصيتي، مو محتاج إني أنا أتصنع، ولا مو محتاج إني أنا يعني أقدم مادة لها فائدة، فأنا طالع بشخصيتي. شنو تفسر هو طبعا ده احيانا لما بشوف واحد جريء كده بالشكل ده وبيتجرأ على نفسه وبيعرض نفسه بالصوره السيئه دي، او بيعرض عيوبه بالشكل ده بيتوحد مع جزء فينا برضو اللي هو الطفل اللي جوانا. ان في طفل جوانا بيبقى عايز يتمرد علينا ويبقى على تلقائيته على سجيته كده. فهي بتشبع برضو أحيانا احتياج نفسي عند الناس، إن الناس عايز حد يعبر عن مكنون جوا نفسه، وده بيبقى هو بالانتويشن أو الحدس لقطه من الناس، وبالتالي بيستعمله زي ما حضرتك بتقول كده. يعني بس إن مع اتدرب على إن يشوف الناس عايزة إيه، إيه اللي بيجذبهم أكتر، وبيشوف من زملائه ومن الآخرين ايه البضاعه اللي رايجه، فبيجد ان ده بيشبع شيء معين عند ناس. احيانا يشبع الفضول اللي حضرتك قلت عليه في الاول، احيانا يشبع محاوله الغموض، اكتشاف الغموض ده، او محاوله ان زي ما يكون حد بيعبر لي عن الشخص الشقي اللي جوايا، او بيعبر لي عن اني انا ما استحيش من عيوبي. فزي ما يكون حد بيتكلم عن نفسي بالنيابة عني. بس للأسف إن ده أحيانا بياخد صورة تشويه.
وصورة أن بياخدني لعيوبي أكثر ما ياخدني الميزات. وفيها يعني دكتور يعني رسائل غير مباشرة للمجتمع، لا تستحي من عيوبك، أنا عندي هذا العيب، عندي والله هذا شيء سلبي فيني، بس أنا أفتخر ولا أسعى لتعديله. هاي النقطة راح نرجع لها بعد ما ننتقل حق الأستاذ علي. أحد متابعين جمال البعركي يقول: نحتاج إلى أن نستفيد من الطرق العلمية للتأثير والتواصل بشكل فعال، فنحن مستهدفين من أنفسنا، الأمارة بالسوء من الآخرين. شو تقول حق جمال؟ شو نقدر نستفيد بطرق علمية في التأثير؟ هناك الاستخدام الأمثل لوسائل الإعلام الاجتماعي، وهناك أيضا التشجيع. أنتوا أمس شجعتوا عمر فاروق، سوى فيلم وايد حلو فشجعته ويبتوا تلفزيون، فأنتوا عندكم أيضا مسؤولين عن هاي الفئة اللي تقدم هذا الأمور. في فئات ثانية مثل عندنا في النادي العالمي للإعلام الاجتماعي، اللي نقدم فيها دورات ونقدم فيها حملات ونقدم فيه برامج توعية، ووايد شفنا ناس اللي تشارك الأبجديات ما يعرفونها، الأساسيات ما يعرفونها. فعندنا إحنا، لأن مادة الإعلام الاجتماعي لا تدرس لا في المدرسة لا في الوزارة لا في الجامعة ولا في المعاهد، يعني عدد اللي وحتى المدربين في البحرين عدد بسيط جدا، في الخليج كلنا ما في 15 مدرب فقط. فإحنا هذا علم كبير، وأعتقد هذه إحنا نسميها missed opportunity، هاي فرصة ضائعة بس ممكن تستثمرها إن تكون فيها بزنس كبير جدا. فالأخ جمال هني صحيح كلامه، إحنا اليوم بحاجة إلى الاستخدام الأمثل لوسائل الإعلام الاجتماعي، نحتاج إن نتدرب نتعلم ونشجع كل ما هو جيد كل ما هو هادف. نحتاج الاستراتيجيات، إذا كل إعلامي كل مثقف كل صحفي كل مهني، هنقول انت مساء سالتني عن المحترفين، هذه الفئه استاذي يعني فئه المحترفين محترف. او شيء عطني احصائيه، اذا عندك احصائيه بعدد مستخدمين الانستغرام في البحرين، كونه اعلى تطبيق يستخدمونه في البحرين. اي هو اعلى تطبيق يستخدم في البحرين هو الواتساب طبعا. أوكي. هو الواتساب، الواتساب. بس في السوشيال ميديا، في السوشيال ميديا عندنا فيسبوك فيها اليوم 580 الف مستخدم يومي. هاي فيسبوك. إنستغرام عندنا 280 ألف مستخدم يومي. 280 ألف. تويتر عندنا 200 ألف في البحرين. لينكدين عندنا 190 ألف. فأنت لو تحسب مجموعهم يطلع أكثر من مليون حساب في السوشيال ميديا في البحرين. فأنت أي مادة تنشرها اليوم إذا ما كانت هادفة وما معاها استراتيجية النشر وما معاها ترويج وتسويق راح تضيع. تضيع ليش؟ لأن في آلاف الناس اللي عندهم هذه المواد اللي عنده نقص ويبي بس أنا أنشر، أبي أوصل إني أصير مشهور، ما تعطي المساحة والمجال إنه هو يعبي. أستاذي وقتنا معاكم يعني مضى بسرعة والحديث في هاي الموضوع يطول، ولكن نصيحتك باختصار للناس اللي تتابع مثل هذه الحسابات اللي تكلمنا عنها من شوي. لا تتابع. إحنا أنا وايد استنست على النتيجة اللي طلعت في التويت بول تبعكم، ان الناس هي اللي تخلي الناس تصير مشاهير وتسوي لهم فولو. شو الفايده؟ انت قاعد تسوي لهم فولو. انت اليوم اصلا نرجع للخوارزميه للسوشيال ميديا. اليوم تقول لك ان اي ماده صار فيها عدد مشاهدات اكثر هي اللي راح تطلع حق الناس اكثر واكثر. بلى. فانت مو بس موضوع اللايك، حتى الفيو حتى المشاهده، انت بس يكفي انك تفتح البوست وتشوفه خلاص انت ساعدته انه هو ينتشر اكثر. لأن اليوم تويتر وإنستغرام فيسبوك يقول لك أنا كل ما ناس شافوا هذه المادة أنا بخليها تنتشر أكثر وأكثر وأكثر. ما تعتقد أستاذ علي يعني أنتوا عند تدربون محترفين زين، المحترفين جايين برغبتهم أنهم يتدربون، ويعني أنت ذكرت حين الإحصائيات هذه، هذه فئة قليلة يا تبي تدرب على طريقة النشر والترويج لحساباتها مثلا، لكن في المقابل أيضا هناك متابعين بالأعداد اللي ذكرته. نعم. إحنا بس يعني لو باختصار يعني ما شفنا حتى من صوبكم إلا يمكن بعض الحملات اللي أطلقتوها، لكن ما شفنا لحد الحين حملة، طبعاً بادرت وزارة الإعلام في حملة قل خيراً، حملة مثل الحملة اللي صارت في الولايات المتحدة اللي طالت القارات وطالت الحدود كلها وصارت حتى عندنا، قاموا يعني حتى هني المتابعين قاموا يتكلمون عنها. فإحنا باختصار باختصار إحنا في شهر 6 عندنا احتفال عالمي للإعلام الاجتماعي، أطلقنا حملة اللي هي التأثير الإيجابي في الإعلام الاجتماعي. فكان أكثر من 500 شخص شاركوا معنا في المسابقة، وكانت تحت رعاية الشيخ خالد بن أحمد،
وسوينا التكريم حق 25 مؤثر إيجابي. هذه بحد ذاتها اشتغلنا عليها لمدة شهرين نروج موضوع التأثير الإيجابي، مو بالرقم مو بالمليون اللي عندك، هو هل أنت أثرت ولا ما أثرت. أنا أعتقد أن المجال مفتوح للتعاون سواء بين التلفزيون والإذاعة والصحافة وكل الوسائل الإعلامية مع الإعلاميين الاجتماعيين، أن إحنا نطلق شيء أكبر من موضوع أنه بس برامج ودورات، هي موضوع أنت شلون توعي المجتمع أن يستخدم استخدام أمثل للإعلام الاجتماعي. الأستاذ علي سبكة رئيس نادي الإعلام الاجتماعي والدكتور عبد الكريم مصطفى استشاري الطب النفسي، شكرا لكم وشكرا على قبول الدعوة وعلى الرسائل اللي وجهتوها للجمهور. مشكورا، يعطيكم ألف عافية، ونتمنى بالفعل أن الحملات هذه تكون مستمرة على مدى السنة. مشاهدينا، مشاهير السوشيال ميديا، مشاهير السوشيال ميديا عرفنا من خلال طرحنا أنهم ينقسمون إلى نوعين وما لهم ثالث، إما ناشط ذو فائدة وقيمة مضافة حبوه الناس لقوة التأثير الإيجابي، أو مشهور اشتهر باعتماده على القيم السطحية والأفعال الردية والسلبية أو بالاستهزاء والبالسخرية المفرطة. لكن أنت تحط يدك على راسك، ليش متابعينه بمئات الآلاف بالمليون؟ إيش عنده من زود؟ ممكن يكون جميل، ممكن يكون أو تكون جميلة. الجمال صفة تبعث في النفس سرور ورضا، والجمال مراتب، يعني ملاحة وملاحة وحسن ولطافة وزامة، صحيح، بس الجمال ما يستغل مثل هالاستغلال ويصير مع الوقت بضاعة وتجارة يجمع من خلال المتابعين ويتحول في يوم وليلة إلى مشهور ما قدم شيء للمجتمع، لا علم لا فائدة لا رسالة لا فن. لكن هالفئة تبقى أقل ضرر علينا من متعمدين نشر السلوك غير المهذب اللي يسيئون لمجتمعهم وديرتهم قبل لا يسيئون لأنفسهم. لكن للأسف تغيرت مفاهيم النجومية عند الناس وصارت عندنا بطولات وهمية.